مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج الثانية. شكرا على المتابعة والاهتمام، وإن شاء الله اللي قدمناه حتى التوا في الحلقة هذه يكون مفيد، ومتأكد أنه فما برشا إفادات حتى لينا كفلاح من مختلف الضيوف اللي كانوا بحثنا والمواضيع اللي تم طرحها. محمود أبو الرب، مساء الخير، مرحبا. عسلامة سي أبو بكر، أهلا وسهلا. عروض طلبات اليوم حلقة سبيسيال شوية، أون فيت جاونا دي دوموند سبيسيفيك على حاجات معناها بيان ديتاي، وما قلنا علاش لين نعديو لي دوموند، هما اللي عنده حاجه معناها كي كوريسبون لل الكريتير هذا ولا الطلب ولا يتصل بينا ونحطوها ديريكتومون. عندك كونتاكت ناس عندها فلوسها حاضره على الطاوله، عنده متطلبات معينه في الارض اللي يحب ياخذها، مش موجود عندنا في الريبرتوار نتاعنا، ما يلبي الطلب هذاك، دونك اون في ان ابيل او بوبليك، اللي عنده حاجه اللي تشبه للي احنا طالبين ويتصل بينا نحطو ديريكتومون. طيب. مع مولا الارض واحد باه الاولانيه، عندنا ثانيه يحب على ثانيه ما بين هكتار زوز هكتارات تكون قريبه من العاصمه، عندك ماكسيموم جونج غرومبيليا مورنيغ، والا مش الاخرى ماكسيموم اوتيك، يحب حاجه نتاع يحب يعمل اون ميزون دو كومباني باش فهمتني، منه صغار يكونوا كونيكتي افيك لا ناتور، منه يعمل ان بتي بوتاجي ياكل منه هو وعائلته حاجه بيو، ماء وضو بيان سور، ويحب فيها يكون فيها مسكن بيان سور، اللي يحب فيها دار ودار مرتوبه ومحترمه، حاجه بيان فات معناها تري بيان. و عنده فلوس 700 مليون هذا البيدجي نتاعو، هذا البيدجي نتاعو يلوج في حاجه دون سو سونس. لي كريتير الاساسيين انها تكون قريبه للكياس، يا على الكياس مباشره او يكون فما بيست تكون فاسيل لاكسي ليها، معناها الكريتير الثاني انه الدار تكون بريزونتابل وكل شيء، والكريتير الثالث انه يكون فيها سونداج. كما قلنا السوم الاقصى المقترحه هو 700 مليون. اللي عنده ما يناسب العرض هذا نمره التليفون تلقاوه، تشوفوا النمره هذا هو اللي تنجموا تتصلوا به باش تقترحوا. اي اثنين باه العرض الثاني، عندنا السيد يحب على ارض ما بين تونس وبنزرت في البريمتر هذاك، من هكتار الخمسه، بيان سور ملكيه فرديه، ما يهمش سقوي ولا بعلي، والسعر الاقصى المقترح 200 الف دينار. مش شويه بين تونس وبنزرت 200 الف دينار، ما ينجم في دغره في داخل ما يهموش، معناها مش مهم، المهم انه حاجه كي كوريسبون البيدجي نتاعو، عارف روحه ما عندوش معناها البيدجي نتاعو مش يوصلوا بعيد، دونك مضطر يقدم تنازلات باش ينجم يوفي البزوان نتاعو. الطلب الثالث عندنا ارض تكون لازمها تكون في زغوان، ولازمها تكون قريبه من تجمع سكني ومدرسه، وما تكونش مساحتها اقل من 5 هكتارات، لازم يكون فيها ماء وضوء ودار، فهمتني، وبوان دو سونداج، والسعر الاقصى المقترح 250 مليون. دونك ما اقلش من 5 هكتارات، فيها ماء وضوء، فيها شهاده ملكيه فرديه، قريبه تجمع سكني ومدرسه، دونك في سالش في منطقه معناها بعيده على الكياس وكذا، ما يقلقش. المهم كما قلت لك يكون قريب للزون السكنيه اللي نجم يلبي متطلباته باش يقري اولاده باش يمشي يقضي، بيكون فما كوشه لو مينيموم معناها يكون موجود. نروح انا العطار يجيب الخبز، ما عنديش كوشه، العطار يجيب الخبز. معنيش سيدي هو زهر وكان تحب حومة فيها كوشة وكسل لك ما طحشتو يمشي لاوج بعيد شوي. سعر الأقصى المقترح 250 ألف دينار. أي هم عرض آخر أو طلب آخر؟ أي عندنا أرض يحب مساحة أكثر من هكتار، فيها بير ولا سونداج. علاش يحب أكثر من هكتار؟ على خاطر بالقانون ما نجمش يبني في أرض أقل من هكتار. إكزاكتومون. يحب فيها محلو، ما يهمش السورس منين. يحب سونيد، المهم يكون سونداج فما لا مش سونيد عاد نحكيو ماء سقيين، مش نحكيو ماء شرب عادي للدار، فهمتني، فما مش مهم يكون فانا ولا اوكي والا بير. يحب فيها يحبها تكون مشجره سوا زيتون سوا اي نوع اخر نتاع اربو، ويكون فيها دار صغيره اس بلس 1. الموقع مش مهم، اي بلاصه في الجمهورين اذا كان ما مش حاطط لا بيجي لا بلاصه حتى يعطيني حاجه، قال لك اعطيني حاجه باللي كريتير هذوما ونحكي ومن بعد نتفاهم. طيب الارض الاخرانيه كيف ما فيها مش عاطي فمش سعر اقصى مقترح، الطلب الوحيد انها تكون في منزل بورقيبه، ويكون فيها بين 15 و25 هكتار، ويكون فيها الماء
هذوما لي تروك كريتير اللي حاجتو بهم. في جهة منزل بورقيب. في جهة منزل بورقيب. وفيها شهادة ملكية فردية. بالطبيعة أكيد. واضح. به دونك اللي عنده واحد من وعنده عارض ينجم يلبي واحد من المقترحات وطلبات هذوما، دونك النمرو عندكم تنجموا تتصلوا به تتصلوا به محمود أبو الرب. شكرا. يعطيك الصحة محمود، يعطيك الصحة. آخر الأخبار الفلاحية. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف، تكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية المواردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الأعلاف، وهذا بنسبة 25% بخصوص فيتورة السوجة و 35% بالنسبة لحبوب الذرة. قال الاتحاد في بيان ليه أن القطاع يواجه ارتفاع في أسعار الأعلاف وتدني جودتها وتنامي مظاهر الاحتكار وترويجها في السوق السوداء، وهي أزمة لم تشهدها تونس من قبل. من جهة مقابلة أنذرت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية أن إنتاج الأعلاف المركبة أصبح مهدد، وهذا يهدد جميع المنظومات الإنتاج الحيواني والنسيج الصناعي على حد سواء، ويهدد الأمن الغذائي الوطني. وأضافت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مواصلة تنفيذ قرار تجميد أسعار المواد الأولية والموردة لتصنيع الأعلاف يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني، ينظر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الآلاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف. تشهد الأسواق التونسية فقدان مادة البطاطا وارتفاع سعرها. منور صغير مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاح يقول إنه فقدان البطاطا يعود إلى عدم تخزينها في الإبان على إثر الإجراءات اللي تم اتخاذها في إطار حملة مقاومة الاحتكار. كما صرح الصغير أن المدخلين بمجال التخزين أبدوا تخوف من الإجراءات وتراجعوا على التخزين رغم تشجيع الدولة في المقابل للمخازن. أضاف أن الفلاح اضطر إلى تخزين البطاطا بطريقة تقليدية تحت التراب، لكن جزء كبير منها تعرض إلى التعفن، الأمر اللي أدى إلى نقص كبير في هذه المادة الاستهلاكية. بلغت تقديرات الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي 200 ألف طن، وهو ما يمثل تراجع بنسبة 20% مقارنة بالسنة الفارطة وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد دالي حسن، وأضاف أنه تراجع صابة زيت الزيتون يرجع إلى الجفاف وقلة التساقطات المطرية خاصة بالساحل والوسط، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، كما بين أنه نفس الوضعية عاشتها بلدان أخرى في العالم من بينها إيطاليا وإسبانيا، وأشار إلى أنه كميات زيت الزيتون في العالم تراجعت خلال السنة الجارية إلى 2.7 مليون طن من الزيت مقارنة بالسنة الماضية اللي سجلت 3.2 مليون طن من الزيت، وهو ما يعتبر تراجع كبير أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في العالم. وبين أنه ارتفاع أسعار زيت الزيتون نتيجة لتراجع كميات زيت الزيتون في العالم اللي باش يمكن تونس من تصدير نفس قيمة صادرات السنة الفارطة واللي بلغت 80% من المنتوج الوطني. قال صالح هدير المكلف بالصيد البحري باتحاد الفلاحة أن وزارة الفلاحة هي طرف المتسبب في تردي الوضع فيما يتعلق بإشكالية إسناد الرخص للصيد التون بعد عدم التزامها بالاتفاقية المبرمة في السابق، في حين أنه 20 بحار ينتفعوا بحقوق الصيد والبقية لحل بأيديهم إلى الآن حتى بعد رفع قضايا في الغرض. وكان المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رضا مرابط أكد في السابق أنه مقاربة الوزارة باش تمكن كل مراكب السمك الأزرق وعددهم 390 مركب من الاستفادة من منظومة التون الأحمر في تونس من خلال تخصيص منحة تمكنهم من تحسين المردودية. ويذكر أنه صيد التون الأحمر في البحر الأبيض المتوسط يخضع إلى نظام حصص سنوية تسند لفائدة البلدان تحددها اللجنة الدولية للحفاظ على التينات الأطلسية واللي انخرطت فيها تونس سنة 1997. توقع تقرير جديد لمنظمة جرين بيس أنه تونس باش تشهد المزيد من الاحترار وأنه أي إرباك مستقبلي في أنماط تساقط الأمطار باش يتسبب في المزيد من الضغوطات على الإنتاج المحلي وبالتالي الاعتماد أكثر على الواردات الغذائية، بما أنه البلاد تعتمد بشكل كبير على الزراعة المروية بمياه الأمطار. وكشف التقرير اللي اصدر بعنوان على شفير الهاوية تداعيات تغير المناخ على 6 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باش تشهد احترار يقارب ضعف معدل الاحترار العالمي، وأنه 6 بلدان موضوع البحث وهي تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والإمارات، وهي تعد عرضة للأثار والتداعيات الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ بما في ذلك الشح الحاد في المياه
وأكد أن المنظومات الحيوية والمجتمعات وسبل العيشها في الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة تعاني جميعها من الأثار السلبية لتغير المناخ المتسارع، كما وصى بضرورة العمل العاجل لمواجهة الاحترار وشح المياه والخطر على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. باش نسمعوا صفاء مجري مهندسة مختصة في حماية النباتات، نعرفوا المدوات وقتش نستعملوا المدوات البيولوجية في أي نوع من الفلاحة، هل أنه كان في الفلاحة البيولوجية اش معناها المدوات البيولوجية، تحكينا فيها المهندسة صفاء مجري. عادة ما يلتجأ الفلاح ديريكت للمواد الكيميائية للسيطرة على الآفات، أما غالباً ما يكون هذا النوع من المكافحة مؤقت وغير مستدام، لأن المواد الكيميائية تنقص جزء محدود من الآفات اللي مكثرها يتنقل للسواني المجاورة ولا يتنقل العائل الآخر، وبالتالي تنجم الآفات تعاود ترجع للسانية اللي سبقت المداوات متاعها، فيلقى الفلاح روحه في الكا هذه يعاود في الدواء برشا مرات من دون جدوى. في بعض الحالات تكون الآفات ريزيستانس ضد الدويات، على هذا تعتبر المكافحة البيولوجية أكثر فاعلية وأكثر استدامة لأنها تحافظ على مستوى منخفض للآفات لفترة أطول وبذلك تكون استباقية، أي قبل ما تكون ضرر كبير. نجمو نستعملوا المكافحة البيولوجية في الفلاحة الكونفنسيونيل، وبل بالعكس في الحالة هذه تكون المكافحة مندمجة وبالتالي ناجعة أكثر، على خطرها ترتكز على استعمال تقنية طبيعية في محاربة الآفات وتساهم في الحد من استعمال المبيدات اللي هي ضرورة حتمية للحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي، وزادة الاستجابة للأسواق العالمية اللي يفرضوا على الفلاح أنه يكون المنتج متاعهم نظيف وخالي من الترسبات أي لغزيديو. الهدف من المكافحة البيولوجية مش القضاء كلياً على الآفة، أما التنقيص في عددها لدرجة ما تكونش ضارة اقتصادياً رغم التواجد متاعها. اللي يميز المكافحة البيولوجية أنها آمنة، يعني ما تضرش الإنسان والحيوان والبيئة، مستديمة لأنها تخلي الأعداء الحيوية تتكاثر طبيعياً وبصفة مستمرة، وبالتالي يكون مستوى تواجد الآفات منخفض ومع الوقت يرجع توازن للحقل. اقتصادية مقارنة بوسائل مكافحة أخرى وفعالة، فتساهم في الحد من الآفات وتقليل استعمال المبيدات وخاصة الحشرات اللي تجاوزت المقاومة متاحة المبيدات الحشرية وكونت ريزيستانس، فكل آفة عندها الأعداء الطبيعية لها. تتكون المكافحة البيولوجية من ثلاثة مجموعات رئيسية وهي المفترسات أو البريداتور كيف الكوكسينيل، الطفيليات أي البارازيتويد ومسببات الأمراض الباتوجين، وتشمل المجموعة الأخرى هذه البكتيريا كيف الباسيلوس تورجنسيس اللي أثبت النجاعة متاعو ضد العديد من الفراشات الليلية كيف التاني على الزيتون وتوتا أبسولوتا على الطماطم. مسببات الأمراض تشمل زادة الفطريات كيف البوفاريا باسيانا اللي أثبتت النجاعة متاعها ضد بعض الحشرات اللي جسمها رخو كيف الزيلي والذبابة البيضاء، ونذكر زادة التريكوديرما المصادق عليها ضد الفوزاريوز البوتريتيس والبيتشام، وتشمل المجموعة هذه زادة النيماتود والفيروسات اللي سبوا أمراض للحشرات الضارة. كيفاش تخدم الأعداء الطبيعية؟ تخدم يا أما طبيعياً أي من غير تدخل الإنسان، وتشمل الحشرات النافعة اللي موجودة بطبيعتها في الحقل كيف الكريزوب والكوكسينيل واللي لازمنا نحافظوا عليهم على خطرهم يعاونوا في الفلاح، إذ أنه اليرقة الوحدة متاع الكوكسينيل تاكل على الأقل 100 كعبة زيلي في النهار. تنجم تعمل الأعداء الطبيعية بالإكثار والإطلاق متاحة وتتسمى في الحالة هذه المكافحة البيولوجية التطبيقية. في تونس فما شكون استثمر في وحدات إنتاج وإكثار الأعداء الطبيعية للحشرات كما أشبه الطفيليات وألا البارازيتويد كما التريكوديرما لمكافحة عثة الخروب في الرمان ليكتوميلويس سيراتوني، وزاد فما المجمع الفني للقوارص سيتيا بالقبة يقوم المجمع بإكثار الحشرات النافعة كيف الدعسوقة الكريبتولامي
الموس ضد الكوشني فاغينوز في البرجدان. وفي إطار تطوير تقنية المكافحة البيولوجية فما تجارب قاعدة صايرة في المجمع في السيتيا، الهدف منها تكثير وإكثار حشرة طفيلية للمكافحة ضد الذبابة المتوسطية للفواكة. سيرين جبالي المهندسة في البستنة، هكا في البستنة في تهيئة الفضاءات أصح. كل مرة تصلح لي في تهيئة الفضاءات. مرحبا بك سيرين. يعيشك. أهلا وسهلا. مش تحكيوا على الجازون، تحكيوا على اختيار الجازون كيفاش يتزرع، وقتاش يتزرع، ولا شنو نزرعوا ولا كذا. دونك تحكيوا على الجازون خاطر برشا ناس تحب تحط الجازون في الجنة نتاعها، ولا في الفضاءات العامة، ولا في النزل، ولا غيره. دونك نحكيو اليوم كيفاش نختاروا أحسن جازون. صحيح. باهي. شكون الجازون ساعة؟ منو؟ بالضبط. اللي برشا عباد نحكيو لكلنا على الجازون ما نعرفوش هو شنيا. الجازون هو خليط نتاع أعشاب، الأعشاب هذيا تنتمي لعائلة الغاميني، يعني القمح، الروز، المايس، اللي الخاصية نتاعهم أنه هما يعطيو النوارة ويكونوا مونوكوتيليدون، يعني البذرة نتاعها عندها فلقة واحدة. الجازون يكون مختار بعناية كبيرة، بيان سيليكسيوني. باهي، منيش يتكون؟ الجازون نلقاو فيه دي غاميني، نحكيو على ريغرا اللي اليوم بيغان، اللي هو تخي روبوست، يعني يقاوم ويريزيستي. نحكيو على الفيتشوك اللي هي كيف كيف تريزيستي، تقاوم السخانة. نحكيو على سينوندون أو شياندون اللي هو الصيانة متاعو تكون سهلة. ونحكيو زادة نلقاو فيه لغروستيد والباتوران دي بخي اللي هما الكل عندهم صفات جمالية. بعديك المكونات هذية الكل باش تكون موجودة في تركيبة، التركيبة هذية عندها نسب بعد باش تعطينا برشا انواع نتاع غازون. باهي سيرين، باش يفيدنا الغازون كسوا في الجنينه نتاع الدار والا في الفضاءات العموميه. باهي، احنا بكر كي نحكيو على الغازون محليها هكا كي نمشيو نعملوا بيكنيك في لي بارك كيما في البلدان المتقدمه لهنا، تصويره من سنترال بارك نيويورك، كيف كيف في الجنينه نتاع الدار باش الصغيرات يلعبوا، باش احنا زادك تجمعات العائليه ولا حتى في النزل. شنية الفايدة متاعه؟ اليوم الغازون نلقاوها سورتو في درجة الحرارة المرتفعة، نلقاو انه هو التمبيراتور يعني درجة الحرارة على الغازون اقل ما بين 5 و 7 درجات بارابور درجة الحرارة اللي على البيتون. كيف كيف اللي هو اون ديغي فونتيلاتور، معناها باش يبرد لنا، نحسوا باكة نعويشة وكل الفريشور. كيف كيف انه هو اللي ينظف شوية من الهواء، يعني اليوم نحكيو على الغازون يمتص متاع ما بين 10 و 12 طن من السي او 2 ثاني اكسيد الكربون في على طول العام. كيف كيف زاد انه الغازون اليوم يستقبل برشا كائنات دقيقه صغيره، اللي هذيك باش تساهم باش تظهر فما بكتيريات. البكتيريات هذيك شنو هي تعمل؟ هي اللي تفك لنا الملوثات اللي موجوده في السول، والهكاكه من بعديك تنظف هي بدورها الماء. باهي سيرين، ما حكيت لناش على الفضاءات العموميه. باهي، بالنسبة للفضاءات العمومية كيف كيف مبكر نشوفوا اليوم في البلدان المتقدمة، نحكيو على إنه الغازون نلقاوها في السكة نتاع المترو. صحيح يعطي بعد جمالي وهكا ومزيان وكل، أما يوصل اليوم إنه الغازون ينقص لنا في 7 ديسيبل من الحس، دونك حاجة ممكن تكون محليها. محليها التصويرة. باهي، أنا كيفاش نزرع الغازون؟ كيفاش نختار الغازون؟ ونزرعه كعب ولا نمشي نشريها كرولو هذاك نجيبه حاضر ونحطه باش يكون متأكد أنا وش ينبت لي؟ باهي، هو فما كما قلنا أبو بكر، فما اللي هو غلو وفما الجرين اللي هي تصبر عليها شوية. فوالا، اليوم شنو اللي جبنا معانا؟ جبنا أنواع نتاع غازون. ساعة كيفاش نختاروه احنا الغازون؟ ما نختاروهوش بصفة عشوائية، لازم نختاروا حسب الطقس، حسب علاش باش نزرعوا الغازون هذايا نتاعنا، ليسباس شنو هي باش يولي. اخترنا دونك عندنا لامارك لاغام جنتا اللي هي 100% تركية، واللي نحكيو على في الأسواق العالمية موجودة عندها أكثر من 30 سنة. اليوم اختار هي عندهم أوت، معناها عندهم لأوت جام وعندهم أن لارج شوا. اليوم فما عندنا ثلاثة أنواع، باش نحكي على الغازون روستيك اللي هو الغازون هذايا شنية الخاصيات متاعه. نقولوا احنا غازون دو ريفيرونس، يعني يمشي مع كل أنواع
التربه. الحاجه الباهيه فيه انه مبكر لهنا سورتو ما نعرفوش الفضاء نتاعنا شنو يتطلب. انا نوع تلقانا حايرين ماناش عارفين ايبا النوعيه هذه اللي هي تتلاقى مع كل انواع التربه وكيف كيف انه باس بارتو. المكونات نتاعها نلقاو فيها انه متكونه من 55% راي غرا ونلقاو فيها 40% فيتوك و5% باتوران دي بري اللي هما المكونات هذوما يخليوها انه باش يكون النمو نتاعها السريع. كيف كيف باش يعطينا اك تابي فير ومنظر مزيان وكيف كيف ريزيستون ويقاوم. نحكي وزيدة انه فما صغيرات نتاعنا اليوم يحبوا يلعبوا في الجنينه والا نحكي وزيدة حتى على لي تيران دو سبور انه ملاعب كره القدم واك التكويره وكل يلزمنا غازون اللي يتحمل الدهك. شكون عندنا؟ عندنا الغازون اللي هو غازون سبور اي جو. الغازون هذا محل في الترينات نتاعنا نتاع الفوت نتاع كرة القدم بالضبط الحالة المكربة اللي فيهم بالغازون اليوم دو لا مارك جنتا ان شاء الله ينجموا نحسنوا فيهم. الحاجة الباهية أبو بكر أنه على لي باكي نلقاو أنه موجودين المساحات. يعني إيش معناها؟ يعني احنا كي باش نختاروا الغازون نتاعنا يلزمنا نعرفوا احنا المساحة اللي باش نزرعوا فيها الغازون هذايا. جينيرالمون إذا كان عندنا 30 متر مربع راهو يلزمنا اقل حاجه 40 متر مربع. دونك تلقاوهم هما لي باكي نتاعنا دو 1 كيلو هاكا حسب المساحه بالطبيعه نختاروا الحاجه اللي تساعدنا. قداش يعمل كيلو قداش يعمل؟ احنا كيفاش؟ احنا المتر مربع ما يقارب ما بين 30 50 غرام. احنا بكر نعرفوا انه كي باش نزرعوهم نزرعوهم على الطريقه جينيرالمون التقليديه الا فولي نعرفوا اللي حفنا زوز راهو باش ما يقارب نتاع 30 50 غرام. الحاجه الباهيه ابو بكر انه في المكونات هذه معناها اختيار نتاعها يكون بعنايه كبيره برشا خاطر نلقاوه اليوم الباكي هذايا اللي فيه الغازون تيران سبور اي جو اللي هو نلقاو فيه 60% فيتوك 35% راي غرا و5 سامحني 35% راي غرا و5% باتوران دي بري اللي باش كيف كيف باش يتحمل الدهك ويعطينا اك تابي المزيانه. عندنا زاده انه الغازون امبراج يعني الغازون اللي يجي في الظل. صحيح اليوم في الديار نتاعنا نجمو نلقاو الغازون اللي فما ظل سواء الظل نتاع الشجره سواء الظل نتاع الحيط نتاع الدار والا الحيط نتاع السور ولا الدار بكلها عامله ظل. دونك اغلبيه الوقت الجنينه نتاعنا في الظل لازمنا نختاروا لها غازون اللي يتلائم معاها باش هكاكا ما نتعرضوش لبرشا مشاكل. كيف كيف الغازون هذايا الامتيازات نتاعو انه نلقاو فيه 60% فيتوك و40% ري غرا. دونك علينا بزراعه الغازون. يعني انا ما نجمش نشري واحد نقول اعطيني غازون وكهو. لا هذاك الواش لازمنا نعرفوا احنا شنو الهدف من الاسباس نتاعنا الطقس اللي ماشي معاه ونوعيه التربه وبالطبيعه حسب الفضاء نتاعك تنجم تختار الغازون الملائم. ونذكر اللي هذوما جوست ثلاثه انواع الوغ كو عندنا ان لارج شوا. الوغ لي برودوي نتاعنا هذوما الكل باش نلقاوهم على الباج نيافورا باج فيسبوك تنجموا تدخلوا وتلقاو لي برودوي هذوما وانواع اخرين زاده. نذكر المواد المعروضه هذه في اطار الاشهار. شكرا لك سيرين. يعيشك ربي. بارك الله فيك، يعطيك صحة. يعطيك صحة. ان شاء الله ديما خضراء. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم الكل، كل متابعينا، الفريق خدم معنا اليوم لفلاحتنا، ان شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله ربي يرحمنا يا رب. ان شاء الله توجيه بحول الله تصب ونمنع ولاباس تخافوش. توكلوا على الله ولاباس. قابلوا جمعة جاية لحد جاي إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.